لا شك ان تمرين بلانك من اقوى وافضل التمرينات اللي انت ممكن تعملهم في حياتك، واحد افضل التمرينات المفضله بالنسبه لي انا شخصيا، ده لاسباب كتيره جدا جدا جدا. لو هديك سبب واحد بس، ان هو تقريبا بيشغل عضلات الجسم كلها وبيخلي مستوى ان انت تكون عندك لياقه وان انت تحس ان انت جسمك قوي وان انت شخص رياضي فعلا بيخليه عالي قوي. مش اي حد يقدر يعمل بلانك بطريقه صحيحه، مش اي حد يقدر يستمر على تمرين البلانك فتره طويله، ومع التطور ده حاجه بتشجعك انت كشخص رياضي بوجه عام. كنا وضحنا فيديو كامل عن تمرين البلانك قبل كده تفصيل بكل العضلات. النهارده مش جايين نتكلم على العضلات بتاع تمرين بلانك، لا انا جاي اقول لكم على ثلاث تبات، ثلاث نصايح موجوده في تمرين بلانك، لو زودتهم وعملت بيهم تمرين بلانك هتستفيد من التمرين باقصى حاجه ممكنه، كلام مدعوم ببحث علمي، حاجات جديده جدا هتبدا تسمعها في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور حازم طارق، جبت لكم فيديو جديد من تمرين في السليم. تمرين في السليم سلسله فيديوهات اللي انتم ما تعرفوش فيها، بناخد تمرين نبدا نفصصه ونهرسه، نبدا ندي فيه نصايح زي ما اتفقنا في الفيديو ده، تبات وحاجات ممكن نضيفها للتمرين نخلينا نستفيد بالتمرين اكتر. دايما بقى كلام علمي ليه علاقه بالتشريح وميكانيكا عمل الجسم، كلام بيعجبكم وانتم بتطلبوا مني دايما الفيديوهات دي. النهارده بنتكلم على تمرين بلانك، هقول لكم على ثلاث تعديلات ممكن نعملها في التمرين دوت هنخليه جامد جدا ونستفيد بيه بوجه عام. ريفيجن سريعه ومراجعه سريعه على تمرين بلانك. طبعا لو حابب اعرف تمرين البلانك كفيديو موسوعي كامل عن التمرين انا كنت وضحته في فيديو فوق، ممكن تشوفوا من اللينك ده. باختصار تمرين البلانك بنستخدمه بطريقه اساسيه عشان نشغل عضلات البطن او الكور ماسلز بوجه عام، بس اللي ما تعرفوش برده ان التمرين دوت بيشغل عضلات المؤخره، بيشغل عضلات الرجل، ممكن نستخدمه عشان نشغل عضلات السكابولر ادكتورز، عضلات الظهر، ممكن نستخدمه عشان نشغل عضلات الرجل من تحت. التمرين دوت رائع رائع بكل المقاييس. كنا في الفيديو وضحنا طريقه عمل التمرين، هنبدا نزود ثلاث نصايح ونسترس عليهم وناكد عليهم كامل. عملوا اي ام جي ستاديز. يعني ايه ام جي ستاديز؟ بطريقه بسيطه جدا، حاجه اسمها رسم عضلات. يعني ايه؟ بنبدا نشوف واحنا بنعمل تمرين معين او حركه معينه ايه العضلات اللي بتكون شغاله. طب ده بيفيدنا في ايه؟ ان احنا بنبدا نعرف والله احنا بنعمل تمرين بلانك، احنا قلنا ان هو بيشغل معظم عضلات الجسم، طب هو بيشغل عضله ايه عن عضله ايه، بحيث ان انا لما اقول لك انت تعمل التمرين اقول لك والله ده هو بيشغل عضلات دي بالذات، دي البرايم موفر او دي القوه المحركه الاساسيه في التمرين ده. وانت بتعمل نشاط مثلا لعيب الباسكت وهو بينط بيحط الكره في السله، انهي عضلات فيه شغاله بالظبط بتخليه يعمل الحركه دي، عشان بعد كده المدرب او الناس اللي هتشتغل معاه تعرف تاهل له العضلات دي كويس. دي باختصار الاي ام جي. عملوا بقى اي ام جي ستاديز على تمرين البلانك وشافوا التغيرات بتاثر قد ايه على مدى الانقباض العضلي. اول تبايه او اول نصيحه معانا النهارده وهي ان انت لما بتعمل حاجه اسمها انكل دورس فليكشن، يعني بتاخد مشط رجلك عليك زي ما احنا شايفين بتشده عليه كده وانت بتعمل التمرين، ده بيزود جدا جدا من نشاط الابدومينال ماسلز او عضلات البطن، ودي حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا. احنا بنعمل التمرين اساسا بهدف تقويه الكور ماسلز او عضلات البطن، فانت لو زودت ان انت بترفع مشط رجلك عليك زي ما احنا شايفين وانت عامل التمرين بتفضل محافظ عليه. واهم حاجه عندنا في التمرين هي الماسل مايند كونكشن. يعني ايه؟ وانت بتعمل التمرين لازم تفكر وتحس بالعضله. انا عايز اقول لكم الكلام ده انا كنت بقراه وبندرسه وكل حاجه، بس برضو عارف اللي هو ايه، مش منطقي، فاهمني؟ لحد ما هتجربه فعلا وهتلاقي قد ايه دي حاجه فعاله وحاجه اساسيه بجد. في فرق كبير جدا جدا وانت بتتمرن مثلا بايسبس كيرلز كده عمال بيتحرك وخلاص، جسمك هيتصرف ويحركها، بس في فرق ان انت وانت بتعمل التمرين بتعصر على العضله، مفكر ان انت بترفع الوزن ده بالبايسبس، انا بشيل بالبايسبس دلوقتي، فكر بالطريقه دي هيفرق معاك قوي الكونسبت ده في التمرين. المهم نرجع لموضوعنا، لما بتيجي تعمل انكل دورس فليكشن او تسحب مشط رجلك عليك وتحافظ على الثبات دوت وانت محافظ على وضع البطن الصحيح اللي انت المفروض تعرفه من الفيديو اللي فات بتاع البلانك اللي انا سبت لكم اللينك بتاعه فوق، ده بيزود جدا من نشاط عضلات البطن، ودي اول ميزه من الحركه بتاعتنا. تاني تبايه وتاني نصيحه معانا هنقولها وهي بالنسبه للمفصل التاني عندنا هو مفصل الحوض. خلينا نتكلم في تمرين بلانك بطريقه اساسيه في عده مفاصل بتشتغل في القصه دي. في مفصل اللي هو اللامبر سباين او العمود الفقري بتاعنا او الفقرات القطنيه بتاعتنا، في مفصل الحوض نفسه. بيحصل على الموضوع دوت مجموعتين من الحركات. مفصل الحوض ده بيكون مفرود او متني. هدفنا في التمرين اللي بيزود جدا جدا من كفاءه شغل عضلات الجلوتياس ماكسيموس او عضلات المؤخره. هتقولي ايه ده، تمرين البلانك بيشغل عضلات المؤخره؟ اه جدا جدا، واحد التمارين انت ممكن تستفيد بيها بالاضافه لعضلات البطن تقوي عضلات المؤخره هو تمرين البلانك، بس تعمله بالطريقه اللي هقول لك عليها. رجلك تكون مفروده، ما تبقاش شابب او ظهرك راجع زي ما احنا شايفين في الصوره بالظبط، تبقى فارد رجلك كده بالطريقه دي، تكون رجلك مفروده تماما، لا هي متنيه او رجلك دي بتكون طالعه لقدام بالشكل ده كده، ولا تكون راجع لورا قوي قوي بالشكل ده، هي تفضل في نفس الليفل بتاعها ده موجود. في حاجه ثانيه بتحصل على مستوى الحوض، في حركتين بيحصلوا على مستوى الحوض، حاجه اسمها انتيرور بلفيك تيلت، ان الحوض بتاعك يقلب لقدام، بنعتبر الحوض عامل زي الحله، الحله دي ممكن تتقلب لقدام كده، ممكن نرجعه لورا
كده. احنا عايزين واحنا بنعمل التمرين نعمل حاجه اسمها البوستيريور بيلفيك تيلت، او نقلب الحل لورا. يعني احنا عاملين حركتين عكس بعض، رجلينا دي مفروده جامد جدا وقلبين الحوض لورا، قلبه الحوض لورا او مفصل للحوض ان احنا نجيبه نقلبه لورا ونعمله زي ما احنا شايفين دلوقتي في الفيديو. مهمه جدا 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 ان تشغلنا عضلات الجلوتاس ماكسيموس، يعني عضلات المؤخره، ودي حاجه مهمه جدا. عضله الجلوتاس ماكسيموس او عضلات المؤخره دي من اهم 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 العضلات الموجوده في الجسم، والمشاكل والضعف فيها بيعمل لنا مشاكل ضخمه، من اول مشاكل الطرف السفلي كله ومشاكل العمود الفقري خاصه اسفل الضهر. فمن اهم العضلات المهمه جدا ان احنا نتمرنها. لو عملت تمرين البلانك بالطريقه دي وضفت حته ان انت رجلك تكون مفروده، حوضك يكون مقلوب لورا شويه او في الوضع بتاع البوستيرو بيلفيك تيلت، بتزود جدا كفاءه العضله دي. ودي كانت تاني نصيحه معانا. تالت نصيحه معانا في التمرين هنحتاج فيها حاجه اسمها ريزيستنس باند، او حاجه زي الاستك ده. الاستك ده ممكن تلاقيه موجود عند اي حد بيبيع ادوات تمرين ورياضه وكلام زي كده، مش لازم يكون زي ده بالظبط، بس هي الفكره كلها ان هو يكون حاجه استك، حاجه كده مطاطه، وهنبدا نستخدمها بالشكل اللي احنا شايفينه. زي ما اتفقنا التمرين دوت بطريقه اساسيه بيستهدف الكور ماسلز، عضلات الكور او عضلات البطن. عضلات البطن دي كتير جدا منها، في عضلات الريكتس ابدومينس او عضلات اللي هي بتبقى عامله زي الشوكولاته كده اللي احنا عارفينها بتاعت عضلات البطن، في العضلات الجانبيه او الاوبليكس اللي هي بتعمل الجناب عندنا. في ناس عندها بنلاقي العضلات دي متشرحه ومتقسمه قوي وشكلها جامد جدا، التمرين دوت ممكن تستخدمه بانه يقوي جدا العضلات دي. طب ازاي؟ هنبدا نستخدم الريزيستنس باند اللي معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بنبدا نربطه في اي حاجه عندنا. لو كنا في الجيم بنربطه مثلا في اي هاندل موجود، لو احنا كنا في البيت ممكن نربطه في رجل كرسي، ممكن نتصرف يعني بحيث ان احنا نربطه بالشكل ده. في مستويين من الموضوع ده، اول حاجه يا تحطه على مستوى الركبه وتبدا تسحبه زي ما احنا شايفين كده، يا تحطه على مستوى الكعب. طبعا مستوى الركبه ده بيكون اسهل، مستوى الكعب بيكون اصعب. طب بيعمل ايه القصه دي كلها؟ القصه دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل ريزيستنس او تمرين مقاومه لعضلات الهيب ادكتورز او العضلات الضمه اللي موجوده الناحيه دي. طب لما عملنا مقاومه لعضلات الضمه اللي موجوده الناحيه دي بتعمل ايه؟ لقوا بالاي ام جي ستاديز اللي احنا اتكلمنا فيها ان انت لما بتعمل ريزيستنس لعضلات الضمه اللي الناحيه دي بتنشط العضلات الاوبليكس او العضلات اللي احنا اتفقنا عليها موجوده في الناحيه الثانيه. فلما تكون بتعمل التمارين بالوضع ده كده ومقاوم من الناحيه دي بتاعت عضلات الرجل، عضلات الاوبليكس او العضلات اللي هي بتاعت البطن الجانبيه بتاعتنا اللي هي بتدي شكل جمالي جدا 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 ومهمه جدا جدا في الجسم بتشتغل اكتر. فدي حاجه قويه جدا جدا بالنسبه لنا ان احنا نيجي نعمل التمرين نعمله مثلا المره الاولى بنريزست او بنقاوم، بنعمل تمرين لعضلات الضمه اليمين عشان نشغل الاوبليكس الشمال فوق يعني عضلات البطن الشمال، وهكذا نعملها في الشمال تشغل اليمين، وهكذا نكرر العدات مع تطبيق القاعده الاولى اللي عملناها والقاعدة التانية. ثلاث قواعد ذهبية جدا هيخلوا تمرين البلانك مختلف تماما تماما معاك، هتحس بتأثيره جدا. لو كنت بتعرف تعمله 60 ثانية صدقني بالطريقة دي مش هتعرف تكمل 30 ثانية، التمرين هيبقى أصعب كتير جدا بس هيكون أفيد كتير جدا جدا جدا. لو عملت التمرين بالطريقة اللي بقولك عليها دي أنا هقيم لك التمرين دوت إن هو من أحسن التمرينات اللي ممكن تعملها عشان تقوي معظم عضلات الجسم، عضلات المؤخرة، عضلات البطن، بالإضافة لوضع الارتكاز نفسه على إيدك ده مهم قوي لحاجة اسمها البروبريسبشن في المفصل، بيزيد شعورك بالمفصل نفسه. تمرين ممتاز، انا معجب جدا بالتمرين، مش عايز ازود قوي عشان يبقى كلام ما اطولش في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبجد دي نصايح يعني مهمه جدا ويا ريت تطبقوها في التمرين. لو استفدت من الفيديو كالعاده اعمل لايك وقولي رايك في المعلومات دي عامه. لو حابين تشوفوا تمرين تاني بالطريقه ديت او تمرين تاني في تمرين في السليم او نوعيه تانية من الفيديوهات او عايزين تقولوا اي حاجه قولها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.